ويل 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 لا 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 شو يا شباب شيء غريب عجيب دمرون جايين دمرون جايين شباب لا 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 او ماي جاد يو يا حلوين كيفكم ان شاء الله بخير ان شاء الله كيش دام يا احلى ناس حبايبي الكرام جبت لكم مقطع عشان شباب مقطع اليوم الشباب مثل ما طلبتوا كلياتكم شباب قلتوا عليكم بدنا اياك تصفر حسابك بالبقجات ما بدنا نشوف حسابك شيء ابدا 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 حبايبي الكرام قبل ما نبدا المقطع لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام حبايبنا الكرام ولا تنسونا بزر اللايك والشير واللي مش مشترك اشترك يفعل زر الجرس بتاعنا حبايبنا الكرام اوكي يا اساطير شيء ثاني شباب راح اختار سحوبات على شويه مثل كل مره شباب بعملها بالفيديوهات اليوتيوب شباب الرقصه جديده هاي شباب اوكي يا اساطير نزلت من شويه الرقصه اوكي بحدا ستوب اب اوكي تقريبا انا هلا من شوي شحنت 400 جوهر يعني بالحساب عشان احصل على هاي الرقصه اوكي يا اساطير لانه 250 جوهره يلزم اوكي يا اساطير المهم شباب anyway حبايبي الكرام كثير متحمس لتفتح البقجات شباب صار لي زمان تاركهم مجمعهم بتعرفوا الاحداث والى اخره شباب بتعرفوا كيف يعني اوكي شباب رح نفتح نشوف شو في ما في شو ما في شباب نصفر كل شيء ما نخلي ولا بكش واحد شباب وبسم الله الرحمن الرحيم ليتس جو حبايبنا الكرام مثل ما انتم شايفين شباب هون رح ندخل اول شيء على البقجات الموجوده هون يا شباب اوكي هاي دول موجود عندنا اشياء كثير يا شباب كثير ما اعرف شباب يعني في اشياء يعني حتى انا ما بعرف شو هي اوكي الصراحه يعني مثل ما انتم شايفين بلش بالسكار اول ضربه نضرب حاول نضرب يعني ما بعرف ما حتى يعني ما اعرف اذا عندي هذا اللحس هذا هل السكار ولا وقف واحد لا لا تقولوا يا شباب الاول ضربه يا زلمه لا 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 حصلت على السكار شباب دايم اقسم بالله شباب اقسم بالله شباب شو حصل لا 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 يلا نروح على الفبس خلينا نجرب وحده ما طلع الفاموس لا والله او ماي جاد هذا الفاموس ما كان عندي اياه اوكي هذا اعتقد عندي اياه هم هذول اي كدراجون شباب عندي اياه اوكي ده اضرب هذا قول لي هذا الاي كي او ماي جاد او ماي جاد شباب الحظ هذا نشوف هذا ما عندي اياه بحاول اضرب وحده يا شباب انا شباب شفتوا يعني بوحده ممكن يطلع لنا شيء دايم بيض 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 اوكي عنا هذول تبعت الفاير باسات بيض عنا هون تبع الفاير باس اوبا قولي لوز والله الشباب حظ جميل نضرب واحد بواحد يا سلام والله شيء اسطوري نضرب واحد بواحد يا شباب هات نشوف هاي اوكي هذا هاي شو هذا الفاير باس ثاني كمان كنتم مجمعهم شباب قولي يا سلام باللوز اللوز لوز والله يا شباب عم نحصل على اشياء حلوه ولي حلو اسطوري هدول شو في هدول شو هذا اعتقد عندي اياهم اسطوري شباب عندي راح يصير رادارات ما اعرف راح افرجيكم اخر شيء شباب كم رادار راح يصير عندي وكم اشياء ما اشياء صار عندي هاتلي شوف قولي هذا في ويسكي ما عندي اياه من هالبنت قول لي يا اخي اوه حسيت على السكين هذا دايم حلو صار عندي هذا اوكي هذا معلم الصيفيات هذول كله هاي وهاي شي لوز اللوز هذول اكيد لازم يكونوا بالحساب شباب عندي اياهم شيلهم يلا اللي بعده هذا كمان نفس الشيء يعني شباب ما بعرف شو دخلكم هذا كمان عندي يا اخي ما بعرف شباب يعني الصناديق هذول صناديق تبعت الذكريات تبعت تطوير الشخصيات اوكي هذا ما عندي اوكي ان شاء الله يطلع لنا شيء ثلاث ايام بيض ما حصلنا عليه هذا الطقم عندنا اياه الطقم الكاراتيه نفس الشيء عندنا اياه هذا ما عندي عشان راح يطلع لي ولا لا عم يطلع لي اولي لوز كفو اوكي شباب هذول الباكجات شو هاي او جولد هاتوا الجولد بيلزمنا جولد معلم بدنا جولد تعطونا جولد هلا انا حال وقت الجولد اولي اوه هذا ما كان عندي بالحساب شباب صح ما كان عندي السكين بالحساب حلو اوكي هون كمان شو في عندنا نضرب هون اوكي اقنعه حصلت على الاقناع دايم هذا كمان شباب اعتقد صار عندي كل الاقنعه باقي هذا ما عندي اياه كمان
قول لي يلا شاي يطلع لي. ما طلع ما طلع. اوكي اوكي هدول يا شباب تركت الزيت تركت الزيت تركت ال... اوه هدول يا اخي يا اخي عشان اشياء يا شباب يعني ما بعرف وين عم بيطلعوا هدول في اشياء يعني ما ما غريبه عجيبه يا شباب. ها لوز هاي طلعت حصلت على هاي حصلت على اشياء جميله. التنك بدنا التنك التنك تركت الزيت شباب تركت الزيت تركت الزيت صارت عنا خلاص اعتقد انا كل شيء صار عنا اللوز الان. هذا عندي اه ما كان عندي الشورت الاحمر غريبه. هذا السكين نشوف. اوكي الفضاي سكين باكجات الفضاي عجب شباب مره انا حسبت يعني على حسب حسبت يعني كل باكج بقاك باكج شباب يعني عندي كان تقريبا ما اعرف يعني اذا بنحسبهم شباب انا على حسب الحسبه اللي حسبته تقريبا شباب في تقريبا 20000 جوهره شباب. اوكي انتم اكتبوا لنا بالتعليقات حصلت على شيء حلو هنا كمان. اوبا 65 ضربه هذول عندي شباب سوي نضرب 10 10 ما يمكن عندي السكين ولا لا يمكن ظاهر ما عندي اياه. اوبا هذا كله ما عندي يا شباب شوي يطلع لنا سكين سوي شوي نضرب 20 قولي لوز 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 جولد يا سلام على الجولد يا سلام على الجولد يا سلام على الجولد دخيل الله على الجولد يا سلام يا اخي ما بعت لنا ذاك السكين بدنا ذاك السكين يا زلمه بدنا البقيه يا اخي بدنا البانتول وهذول كله مع بعضه. اوكي خلينا نفتح خمسه نشوف يا اخي او يلا افتح كله وخلاص. اوكي هذا السكين كمان اوه هذا كم هذا كم عندي هذا كمان شباب تبع البابا نور هذا كله شباب فهمتوا على كيف حبايب الكرام. انا تقريبا حسبت مثل ما قلت لكم 20000 جوهره كان فيه. اوبا حصلت عليه لوز قول لي هي كمان هي كان عندي والله لا اذا طلعت لي معناتها ما كان عندي هي كمان حلو حلو اسطوري والله شيء اسطوري شباب عن جد عم بحصل على سكنات اسطوريه حلو باللوز باللوز اللوز كيفو الاسكار لا تقل لي جبته لا تقل لي جبت الاسكار شباب جبت الاسكار شباب لا 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 شباب لا لا اليوم الحظ لوز اللوز لوز اللوز او ماي جاد هاي شو هذا ما بعرف شو هذا اوكي هذا السكيل هذا هذا يمكن ما عندي اياه نشوف اوكي هذا الراس اوكي ما اعرف اوكي 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 الارنوب اعتقد هذا عندي اياه جبته ما جبته دايم السكار من شوي جبته كمان دايم لوز حلو يعني شباب اوكي هذا ما اعرف كمان هذا في 24 شباب ما بعرف شو فيه اكيد نجيب الجولد جيب جولد شباب نشوف جولد صار معنا والله يعني كان معي قبل شباب يعني يمكن 100 الا شوي والان صاروا مش فوق ال 130 والله شيء اسطوري شباب حصلت على اشياء اسطوريه بالحساب حلو الشوت جان هذا عندي اياه كمان الام 4 هذا الاي كي هذول الاي كيات عندي الاي كي هذا بس هذا بي بي 5 ولا ما اعرف شو بالنسبه للبسه هاي عندي اياها كمان اخذنا الشورت حلو هذا ما كان عندي اياه حلو شيء كثير حلو الـ يلا الان كله جولد كله جولد شباب يعني الحساب معبى جولد كله جولد شوف كم صار معي جولد شباب شوفوا كم صار معي جولد شباب كم معي من شوي 100 شوي ما بعرف شباب اكتبوا لنا بالتعليقات كم كان معي وكم صار اوكي باللوز هذا كمان السكار هذا هذا عندي اياه الام 4 هذا عندي اياه صح بتذكر هذا عندي اياه ما بدنا نضيع الوقت هذا كمان شباب البويا عندي اياه طلع الام 60 عندي اياه يا سلام هذا السكار هذا نضرب خمسة قولي نضرب خمسة ثانية قولي ما طلعنا هذا هذا ام بي 40 ما اعرفه كمان هذا شو والله في شيء يعني شيء جميل جدا هذا عندي اياه بعد قولي لا هذا ما كان عندي اياه صح صح هذا ما كان عندي اياه يا شباب لوز كفو يا صراحة استحصلت على أسلحة أسطورية الصراحة يعني أسلحة هذول شباب يعني مش أسلحة مش كثير توب توب يعني أسلحة مرتبة مثل سكال وردي باللوز هذا 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 عندي الباندا هيا نشوف الباندا هذا شوية بدنا شوية أكل أكل هاي البوت حلو أوكي الفامس هذا عندي اياه اليو ام بي هذا ما أعرف إذا عندي اياه بس أعتقد عندي واحد كويس
ما عندي يا هذا. شوف الاي كي شباب. اوكي يلا يلا هات شات شات شوي ناخذ هذول. قول لوز 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 لوز. اوكي الرخصات عندي هذول اعتقد الرخصات عندي الرخصات. هذا السلاح شوف يا الصندوق يا يعني والله بجد يعني صراحه لا حسبتهم تقريبا يعني يعني في تقريبا اكتبونا بالتعليقات شباب كم 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 يعني اذا نحسبها على الجوهر كم باكج عندنا. هذا عندي كله 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 شباب يعني جد فضيت الحساب كله ما خليت شيء بالحساب شباب. صفرت الحساب صفرت الحساب شباب تصفير. اوكي هذا تبعت الفارو نفس الشيء عندنا يوم هذول. بس شباب تعرفوا حصلت على كثير من الاسلحه الدائمه بهالتفتيح صراحه. هي الام 4 عندي اياه. اوكي شباب اللنشرات اللنشرات يعني ما استخدمهم ابدا ما استخدمهم ابدا صراحه يعني جوتا. هذا المرافق الفاماس لوز 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 لوز. اوكي هذول ام بي 40. اوكي جايكم بس ما خلصوا شباب بس ما خلصوا. فكرت خلصوا فكرت خلصوا شباب يا اخي كتار كتار. هي جيبها هون على 20. روح 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 معلم روح. ما بدنا نخلي شيء بالحساب اليوم. اليوم ما بدي اخلي شيء بالحساب شباب. اليوم ما لازم يبقى شيء بالحساب. هذا هذا عندي اياه. لا ما عندي هذا. الفاماس ما اعرف شباب فماسات غريبة عجيبة شباب. هذا السنايبر قولي 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 قولي. اوه جتني واحدة دايم هون. اوكي ما اعرف. اوكي لوز انا بستعمل سنايبر تاني. اللانشر هذا ويل 27. اوبا شو هالاسلحة هاي؟ هاي نفس الاسلحة يعني نفس النظام. اوكي شباب الستوري. اوه حصلت على يو ام بي لوز. حلو حلو حلو. الشخصية هاي وين؟ اوكي الشخصية جاي. اولي حصلت على الهي تبيته الحزمة الكاملة. حلو اسطوري. هات نشوف اليو ام بي هذا شباب. ابلع. حلو هاد. اوكي هذا شو هذا؟ اوكي اوه هون عندنا الفيكتور شباب. ما عندي سكن الفيكتور. هذا نشوف هذا فيه المدى اوه حلو كمان فيه المدى اوكي يلا نفتح ابوه كمان. تعرفوا شو شباب بدنا نفتحه كله هيك على بعضه. اوكي ابلع. اوكي 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 وات وهل ما طلعنا دائم شباب يخرب بيت ستر. هون شباب حصلنا على اشياء هون جميله ما انتم شايفين. هون سكنات حلوين اسطوريين هذول. اعتقد في كمان تحت هون في لبسات شباب لبسات والله شيء مرتب يعني شباب شيء حلو. هاي اللبسه هاي اوه لبسه هاي كمان حلوه. خلينا نروح نشوف الباكجات شباب. الباكجات هذول باكج 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 باكج. نفتح هذول كلياتهم شباب. تعالوا نفتحهم كلياتهم. تعالوا خلاص نفتحهم ابوهم. نفتح ابوهم نفتح ابوهم شباب. تعالوا نفتح كل شيء كل شيء ممكن نفتح. فيت الفاير باسات هذول كنت مجمعهم شوي ما كنت عم افتحهم شباب. نفتح كل شيء نفتح كل شيء. قول لي والله شيء لوز. افتح افتح صراحه شباب شيء 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 يعني الصراحه يعني صار لي زمان مجمعهم لهذا الفيديو. اوكي هذا كان مان هدول هذا كمان والله شباب شيء 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 اسطوري صراحه. في شيء شيء يعني باللوز اللوز هذا ما كان عندي اياه صراحه شباب. عم بشوف قدام عيني بس هدول الشغلات اشياء بتطلع بتنزل. اوه ذكر هذا كنت عم بدور عليه. حلو حلو هيك صفرنا كل شيء ما خلينا شيء بالحساب مثل ما انتم شايفين. حصلنا على هذا السكين تبعت البنت. اوكي و يا اخي كثير اشياء كثير اشياء. هذول تبعت الفاير باسات كثير اشياء شباب كثير كثير من الاشياء والله شيء اسطوري شباب. يعني انا صراحه ما بعرف هذول تبعت الفاير باسات. هذا القناع حلو على فكره حلو عجبني هذا القناع. اوكي عندنا هون شباب شو هدول؟ هدول تبعت الاشياء العاديه. عندنا صار 2400 بطاقه حمراء والله شيء. تبعت الفاير باس فرجيكم كمان شو في عندي شباب شيء حلو شيء لوز لوز. صار عندي 140 تقريبا 100 بدنا نقول 140 الف جوهر. شو بسموها ال هنظبط اللبسه شباب
والله في لبسات حلوه. اوه ستون شاف هذا السكين فاير باس ما شفته، ما انتبهت عليه. شيء مرتب الصراحه يعني، شيء حلو حلو. لوز اعرف يا اخي شباب لبست شو من كان. يلا خليك شوفوا شباب، لا تنسوا شباب نعمل سحبات ان شاء الله بالتعليقات لهذه الرقصه. شباب لا تنسوا تحطوا الايتيات وتقولوا عليكم شفنا لاخر اللحظه، لنشوف نشوف مين شاهد الفيديو من اول لاخر. اوكي شباب خلينا نروح على الاسلحه، شوف جبنا بالاسلحه. اوكي هون الاسلحه شباب، جبنا الام 4 اعتقد، هذا عندنا صار 17 يوم، عندنا الايكيات، عندنا هذا كمان صار، عندنا هذول كمان. يلا نعمل لكم استعراض بشكل سريع. السكار صار عندي هذا دهيم شباب، وهذا كمان. يا سلام شوف سكارات، شيل لوز حلو حلو حلو. هذاك هذا ما اعرف هذا شباب شو هذا، صح ذكرت شباب ذكرت بشي، لازم احط دائما بتخربط، لازم احط هذا لانه فيه سرعه دائما بتخربط. الفماس هذا فماس حطيت عليه، اللعيبه هذا الدراغنوف، الاكس مويت، الام 60 كمان هون، عندنا الاي ان هون، ونروح للاس ام جي، عندنا اليو ام بي حصلنا كم يو ام بيات، وهون عندي هذا عندي اياه من زمان، ام بي 40 الارنب ما عندي، هذا الارنوب ما عندي اياه، البي 19 حصلت على هذا شباب صار عندي هذا حلو، الفيكتور نحط الفيكتور، شوت جان طويل انا بصراحه بستعمل هذا الان كثير عاجبني، شوت جان لسباس هذا هو، سنايبر بستعمل هذا انا، اطلع جاني هذا الكار اطلع لي هذا، البيستول الازرق هذا تبعت هذا حلو كمان. والله افكر والله هذا باين عليه حلو، هذا فيه دقه توري. هذا هو شباب، هذا هو اللي حصلنا عليهم شباب يا حلوين. اعتقد شباب شفنا كل شيء الان، ان شاء الله عجبكم المقطع شباب، هيك منتهى مقطعنا، انتهى مقطعنا اليوم يا اساطير. مثل ما طلبتوا مني يا شباب الفيديو اللي فات، هي عملت لكم سبب تفتيح لعيونكم حبايبنا. اذا عندكم افكار ثانيه شباب تحبوا نعملها اكتبوا لنا بالتعليقات لعيونكم شباب نعملها بالفيديو الجاي. اوكي يا اساطير بشوفكم على خير، هيك بكون انتهى مقطعنا اليوم شباب، لا تنسوا تحطوا لنا زر اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس. احلى ناس، ليتس جو، بشوفكم على خير، باي باي.